ما عادي ما نحطها ايميل زي ما عملنا كده. يعني عادي زي ما اه ها المشكله طلع ايه؟ حطها بافاتار كده عادي، هتطلع معاك مدوره وصغيره من فوق، مش مشكله. الباك جراوند يعني ما بستايل عادي جدا، كلاس، وتبقى حاطط تدي له اسم، وتخش جوه ملف السي اس اس وتحدد المسار بتاع الصوره. لا حطها كاستايل، حطها كاستايل، تعالى واعمل لها كلاس ونادي عليها، واديها بقى لو انت عايز بالسي اس اس تعمل لها راوند، وتعمل لها دايره، تعمل لها بتاع زي الافاتار، او زي ما انت عايز يعني. هتيجي يعني ما تقلقش يعني، كله ايه اللي انت عايزه واحنا شغالين هنعمله يعني. دلوقتي احنا بنتكلم على الفورمز. طبعا الفورمز اهم واكتر حاجه بنستخدمها وفيها شغل يعني، يمكن باقي الحاجات كلها بتبقى حاجات الى حد ما بتبقى ثابته وبنظبطها في الديزاين وكمان، منك الفورم اللي بتبقى فيها الشغل والبرمجه وكده يعني. عايزين نتعرف على انواعه، وكمان نتعرف على الكنترولز اللي هي خاصه بالموبايل والكلام ده كله، وازاي كل واحده بتتعمل والى اخره. طبعا اغلبيه الناس بتحب تقول لك انا احب انسق الفورم بتاعتي في ليست، بحيث احط كل عنصر او كل حاجه بتبقى ما فيش تيبلز، مش تقعد ترصها تيبلز يعني، وتقعد تنسق كده يعني خلاص. فممكن او عامل ديفايل واديها كلاس واعملها ليست عشان انسق كل ايه، كل حاجه تطلب اكنها ايتم، كل حاجه تطلب اكنها ايه، اكنها ايتم. ماشي، ادي الديفايل بتاعت الليست. جواها نستخدم حاجه اسمها ليبل، واديته كلاس، الكلاس مثلا عباره عن ايتم، والتنسيق بتاعته ايتم داش انبوت، واقوم قافل ده الليبل حلو، واحط جواه الانبوت بتاعي. فاقوم اي انبوت، الانواع بقى عندي الانبوتس دي انواع بقى، دي اللي احنا بنحاول نتناولها دلوقتي، دي اللي احنا بنحاول ايه نتناولها. الانبوتس عندنا، الانبوتس ليها تايبس، وكل تايب من الانبوتس دول بيعمل عمليه معينه وبيظهر بشكل معين خلاص. اول تايب هناخده اللي هو التكست، وبعدين وهدي له بليس هولدر. بليس هولدر يعني التكست يتكتب جواه، خلاص. واقوم قايل له مثلا ايه، بليس هولدر مثلا اكتب فيه مثلا يوزر نيم مثلا، اكيد اكنه يظهر لك بكلمه يوزر نيم، ولما يبدا يكتبها بتبدا ايه يتشال. لو جينا بصينا كده هنلاقي ادي ايه، اه دي بتبدا تكتب، بيحصل ايه بتشال الطلب بتاعك. جميل ماشي. لو جينا بصينا على ايتم تاني، هو وتكست والى اخره، بقى تقدر تكمل الشيء بتاعتك زي ما انت عايز. قلت باسورد نفس الكلام، بس طبعا الباسورد عشان يبقى مخفي تحدد ان التايب بتاعه ايه. هتيجي تكتب بيطلع الكلام ايه، مخفي. كلام جميل. الليبلز ذات نفسها احنا ممكن نكتبها كانها ليبل خلاص. احنا عملنا في المثال اللي فات كان الايتم ايتم انبوت عادي، لكن لو انا جيت مثلا كتبت هنا مثلا يوزر نيم جوه الليبل ذات نفسه، هتلاقي ان هو بقى ده عباره عن ايه، على الليبل يبدا هنا التكست بقى يجيب. طبعا ممكن تحط كده مثلا وتقوم سبيس واحده هتظبط معاك الاداء خلاص، ما زودتش خالص الاداء. ممكن تاخد عامل ام بي اس بي ماشي، بس هنا عندي بتجي بحاجه ثانيه بس بدأ كده ايه تظبط معايا زي ما انا ايه زي ما انا عايز. ده كده لو انت عايز تطلع ايه، طلع ليبل بشكل ليبل عادي.
في حاجه اسمها ستاكد ليبل. ستاكد ليبل دي مهمه، لو جينا بصينا عليها واحنا بنعملها هتيجي مثلا على الليبل ده، هو ايتم وايتم انبوت عادي، واقوم جاي قايل له ايه ايتم داش ستاكد داش ليبل. خلاص كده، واكتب بقى كلمه ايه باسورد مثلا. لاحظ ايه اللي حصل، الليبل بقى من فوق والتكست بتاعه يجي ايه يجي تحتيه، ما يجيش نفس المكان. وممكن برضو يعني بنحب دايما في التكست بتاع الليبل نحطه جوه سبانه، وكلمه سبان اصلا يعني اكنه تكست بين، يعني اكنك بتحط حاجه ما بين حاجتين، خلاص حط شيء في النص، يعني مجرد زي الفايت اعتبرها كده زيها يعني. خلاص حط سبان ونقول ان دوت انبوت ليبل، يعني اديها ستايل ان ده انبوت ايه ليبل كلاس، وده انبوت داش ليبل عشان يبقى مفهوم ان دوت عباره عن ايه ليبل. طبعا ما كانش في فرق كتير غير بس سبيسنج حوالين الايه حوالين الليبل بس مش اكتر. خلاص بس طبعا بيبقى مهمه لما تشتغل عليها ستاندرد، بتلاقي كل المسافات والابعاد بتبقى حاجه واحده، بتبقى افضل يعني تشتغل عليها. طيب كلام جميل. حاجه تانية عايزين نقولها، احنا اتكلمنا على الانبوت والستاكد ليبل صح؟ طيب بقى الفلوتنج جميل جدا، فلوتنج ليبل. لو ناخد مثلا اليوزر نيم ده ناخده كده كوبي، واقوم جاي ادي ايتم وايتم انبوت عادي، واقوم جاي هنا قايل له ان ده ايتم داش فلوتنج ليبل داش ليبل. خلاص قمت جاي عامل ايه سبانه قمت قايل له كلاس انبوت ايه ليبل، نسميه مثلا النيم مثلا. شاطر. وارجع هنا لاحظ ادي الايه النيم اهو، اول ما اقف عليه وابدا اكتب يطلع الايه الليبل يطلع فوق. طبعا عجبتك دي والله، تيجي تكتب بيطلع الايه الليبل موجود فوق. طبعا كل واحده منهم ليها درجه اهميه معينه، يعني سواء كنت هتشتغل ببليس هولدر بس، او هشتغل بليبل جنب التكست، او هشتغل بليبل فوق التكست، او هشتغل بليبل بيطلع بعد التكست، كل ده ليه شغل. يعني ليه شغل؟ على حسب اليو اي بتاعتك حجمها قد ايه وحجم الداتا اللي انت بتعرضها او بتحتاجها قد ايه. يعني ده ممكن يكون بيعمل شغل كويس، يعني ده لما تيجي تدوس كده فيبدا تكتب فيطلع جميل شكله جميل، بس ممكن ما ينفعش معاك لو الشيء بتاعتك فيها كنترولز كتير او في طلبات كتير، فتبقى محتاج تحطها كبليس هولدر بحيث ان هو ايه؟ بحيث ان المساحات ما تكبرش منك، ما ترحلش منك وتكبر يعني. خلاص؟ لكن لو انت برضو مع نفس العنصر كده وحاطط تحتيه مش هيزق اللي فوقيه، بس هيبقى حاجز المساحه. يعني لو جينا بصينا كده اهو، لاحظ ايه؟ هو حاجز المساحه صح كده؟ فبتضطر طبعا ان في سبيسنج بيحصل ما بين الايتم والايتم التاني، لازم تكون ايه واخد بالك. مش مهم يعني مش بس اتدلع وخلاص وبعد كده اللي يحصل يعني، المهم يكون في شغل. انت ازاي؟ طيب الانست انبوت ايه؟ الانست انبوت دخلنا ديفاي عملنا لها، هشيل ده بس عشان لازم يكون كلهم ملمومين جوه، لما احس ان احنا بنكتر كده ساعات. انا عايز الدنيا تبقى دايما الامثله تبقى
صغيره وبسيطه يعني. عشان تبقى الدنيا لما تعك بقى يبقى ربنا يسهل بقى على بعضها. خلاص عملنا دشبايه. ما هي هتبدا توسع ما تقلقش. كلاس وين على الكلاس دوت؟ قلنا ده عباره عن ايه؟ ايتم داش انبوت داش انزل. ما خلاص يا جدعان حتى الناس اللي كانت قاعده في النص بقى بتبص. طب انتوا بقى شايفين من الاول ساكتين. ماشي ايتم قلنا ده ايتم ايه؟ انبوت انسيت. دي الدفايه الرئيسيه بقى اللي انا هجمع جواها كل الايه؟ كل حاجه عايز اعملها انسيت زي ما شفنا كده لما كنا بنعمل الايتمز بتاع حتى الايتمز بتاعت الليسته بنعملها انسيت برضه بيحدد لك ايه اطار ليها يعني اطار عام ليها. زي مثلا لو انت عندك اكتر من جزء دايما بنستخدمها لما يكون عندك اكتر من جزء في الفورم. يعني مثلا عندي ثلاث اربع حاجات مع بعض وثلاث اربع حاجات مع بعض فبنعملها زي كده اكنها جروب يعني اكن دول جروب ودول جروب يعني خلاص فبنجمع مجموعه ايتمز واحده ومجموعه ايتمز. يعني ممكن اعمل اكتر من ديفاي بنفس الانست ده تاني في نفس الفورم يبقى دول كده مدورين لوحدهم ودول كده ايه؟ ودول جنبين لوحدهم. خلاص؟ طيب قمت جاي هنا عامل ليبل. احنا كنا خدنا يعني ممكن اعمل معلش ناخد من ده كده كوبي. بس عايزينها تبقى سيمبل قوي يعني. كده مثلا صح كده ولا ايه؟ تو ليبلز اهم كده زي ما يكونوا حطيتهم مع بعض النيم وال ومثلا نقول اليوزر نيم. لاحظ ايه؟ بدا يحطهم جنب بعض خلاص مع ان هما الاثنين معمولين هما حته واحده عشان هما حته واحده. فبنستخدم دي امتى بقى؟ هو كمان عاملهم فلوتنج مش مهم. ممكن ياخدوا امر الاثنين واحد؟ لا تعمل دايما بيجي دايما لما يجي مثلا ايه؟ هقول لك يعني مثلا بتبقى دايما بنحتاجها مثلا في السيتنج والحاجات دي بتبقى عايز يكتب حاجه بس او قيمه معينه بيسيبها بتبقى ثابته مثلا في البرنامج بيبقى مثلا الزرار بتاعها جنبيها يعني الزرار مثلا الحفظ بتاعها جنبيها او حاجه بتاع فممكن نحط مثلا باتن يعني مثلا كده اهو وادي له كلاس اللي ده باتن واكتب جواه اي حاجه مثلا هتلاقي ده الايه؟ هو طبعا معمول كبير كده عشان هو ستاكينج يعني ف اسف فلوتنج فهو حاجز لنفسه عرض طول طويل عشان المساحه. احنا يعني لو شلنا ده مش هنحس بالكلام ده يعني. بس ان هو عامل كده فهمتوا الفكره؟ تمام. بيكتب مثلا وبايه؟ او بيسند حاجه او بتاع شكل برضه ممكن تكون انت على حسب ما انت بتعتمد عليه. او هتعمله كده مثلا يبقى بالمنظر ده ندوس مثلا فاهم الفكره؟ طيب حاجه كمان افتراضا ان احنا عايزين نطلع مع ده ساعات بيبقى فيه ساعات بعض الحاجات بتبقى مفيده يعني زي مثلا الايكون جوه التكست بالذات في الفتره الاخيره بقت مشهوره يعني. كنت واخد من الديفايه دي كده كوبي اللي فيها الكنترولز الاولانيه خلاص وعملت دوت ديفايه ثانيه وهي عباره عن انسنت برضو انسنت وجواها ليبل على انبوت ممكن اعمله لو عملته داش رابر يبقى لو التكست كبير هيبدا يكتبه على لو كلمه كبيره والتكست بوكس ما خدش مكان يبدا يراب ويعمل على اكتر من سطر يعني خلاص اللي هي رابر كده تمام. طيب وجيت هنا قمت قايل ايه؟ عايز اعمل قبل الانبوت ذات نفسه قام جاي عامل اي. احنا بنستخدم الاي كايه؟ التالك ده ما بنعملش طالما ما بتكتبش حاجه جوه ما بيطلعش فبس بنستخدمه عشان نقدر نحط ايكون معين خلاص عشان نقدر نحط ايكون معين. جيت هنا بعد الليبل قمت قايل له ايكون قلت له ايون ايه؟ ايون اديت فيفهم ان هو مثلا هيطلع له
القلم اللي بيعمل editing يعني place holder داش ايكون عشان يطلعها لي يعني ترى جري بحيث ان هي معموله زي الفرق اللي ما بين الليبل العادي وما بين البليس هولدر. هنا بيبقى تكست واضح صريح والتاني بيبقى واخد ايه جري شويه اكنه يعني اكنه في الخلفيه او اكنه ترانسبيرنت شويه او كده. خلاص نعم خلاص هو الثاني قول واحنا ليه يعني جامد عشان يحجز مكان ايقونه يعني الايتاليك ده بحد ذاته لما اعمل بقى ديفاين لما اعمل اي حاجه يعني اعمل اي حاجه ما يبقاش جواها اي حاجه بس عشان انادي على الستايل اللي بيعمل شكل الايكون. خلاص فاحنا عملنا بس اي وادينا له كلاس ان هو عباره عن ايكون واديته الايكون نوعها ايون اديت وعايز اظهرها بليس هولدر ايكون يعني ايكون تحس ان هي ايه اختفيه شويه. خلاص والانبوت بتاعي زي ما هو مفيش فيه مشكله. لو جيت جربت كده هتلاقي ادي الايه ادي الايكون اهي والاسم وقالت التكست بوكس ما تكتب مفيش ايه. خلاص ده شكل اخر من الايه من العرض يعني. طيب ما زلنا لسه مع الفورم. خلاص كده تمام ولا ايه؟ طيب لسه ما زلنا مع الفورم وهنتكلم مره على التوجل. التوجل باتن ده زرار مشهور اصلا مع الموبايل اللي هو بيبقى اون اوف دايما معانا اون اوف اللي هو البديل بتاع التشيك بوكس يعني. خلاص وده موجود وده موجود ده موجود ده موجود نشوف الاثنين. طب تجي هنا مثلا تسيبك انا عايز اشيل ال خلاص المثال ده كله تفصيله تمام كده. انت جاي هنا عامل ليبل والليبل انت مديله كلاس قلت له ان انت عباره عن ايه قلت له عباره عن توجل باتن كلام جميل وجواه هعمل الانبوت ذات نفسه واديته التايب بتاعه تشيك بوكس لان الاساس اصلا التشيك بوكس والتشيك بوكس دوت الحاجه اللي بتقدر تعمل عليها يا يا لا يا متعلمها مش متعلمها ونفس فكرته بس احنا عايزين نديله ستايل الايه ستايل التوجل باتن اللي هنوري لكم دلوقتي كمان شويه. خلاص قمت عامل ديفايه بيتعمل معاه اثنين ديفايتين عشان ياخد المنظر بتاعه واحده بتعمل لك التوجل في حاله الاون واحده بتعمل لك التوجل في حاله الاوف. خلاص فقلت له ديف كلاس قمت مديله ايه تراك جوه التراك بتعمل له ديفايه وكلاس هاندل حته الديفايه اسمها تراك وجواها الديفايه بتاعت الهاندل عشان يقدر يعمل لك المنظر اقول لك دلوقتي ده هو بيعملها ككلاسين جوا بعض عشان يقدر يعمل لك الايه يقدر يطلعك المنظر ده. انا ساعد اديله عشان تقدر لما تيجي تدوس عليه خلاص يفتح لك الايه كده بقى اون والمنظر التاني اللي هو الايه منظر اوف. هو في الاساس اصلا هو تشيك بوكس اللي هو مربع وصح او ما جواهوش بس عشان يقدر يعمل لك الشكل بتعمل له الايه تعمل له انت الايه الديفايتين دول. خلاص كده نعم جايين بس هناخد الاول ايه لو انا عايز اعمل مجموعه تاجلز مع بعضيها مجموعه تاجلز هقوم جاي اعملهم برضو ممكن اعملهم في يو ال ويو ال دي بالنسبه لي اديها كلاس ان هي عباره عن ليست هي اصلا عباره عن ليست بالنسبه لنا. خلاص بس احنا اصلا بنستخدم اليو يو ال كتير جدا وفي حاجات كتيره جدا ومختلفه. خلاص المره دي الليست دي انت عارف الليست شكل الليست اللي هي كل ايتم كل ايتم جوه الليست بياخد له شريطه من الشاشه صح كده؟ نفس الفكره فانت بتعملها كده بس مش معنى كده ان اليو ال ممكن تطلع كده ممكن اليو ال ده يطلع لك حاجه ثانيه خالص. هتشوف قدام اليو ال ممكن احط صور جنب بعض وصور جنب بعض مش تحت بعض مثلا على حسب على حسب ما احنا بنبدا نشتغل عليه. قلت له ماشي هنعمل
ال اي ايتم من الايتمز اللي هنشتغل عليها، واديت الايتم دوت كده اول عنصر موجود في الليست، اول عنصر موجود في الايه في الليست. لازم افهمه ان هو عباره عن ايتم وايتم ايه توجل. ده الايتم قمت مديله اي اسم توجل واحد مثلا، وتحتيه هعمل نفس الفكره. لازم يبقى انبوت تكست بوكس تشيك بوكس، وجواه الايه التراك والايه والهاند موجود عشان يعملوا الايه يعملوا المنظر بتاع العرض بتاعها. لو جيت خدتها كده اهو اهو، اخد الليبل، لازم الليبل يتاخد عشان عشان يفهم ان ده توجل، ان اصلا هو ده اللي بيديك التوجل، والاثنين تانيين اللي بيظبطوا لك الشكل بتاع العرض. خلاص، والتكست كتبناه هنا قفلت الليبل ما خدناهاش. ماشي اوكي، وادي سلاش ايه سلاش ليبل كده. ايه اول ايه اول ايتم عندي. ممكن اخد كمان ايه واحده ال اي، خدوك بقى من اول اليو ال. نضيف ايتم تاني توجل 2 3 4، بس خد بالك دول كلهم وان جروب. يعني ايه شفت لما تيجي تعمل مثلا تشيك بوكس وتشيك بوكس ليست، والفرق ما بينهم خلاص ان كل تشيك بوكس بيبقى بيبعت بعد كده في البرمجه امر لوحده خلاص، لكن دي كلهم بيبعتوا امر واحد منهم مره واحده، وتاخدهم كلهم على الاريه. ان حاجه هيبقى في فرق قدام ما بين اللي بيبعت كل عنصر او كل ايتم ليه اسم، وكل اسم بيتبعت لوحده قيمته هو ايه، اختار دي ما اختارهاش. يعني مثلا لو عندك عناصر مختلفه ملهاش علاقه ببعضيهم بتعملها دايما عليه منفصل خلاص. لما يكون عندك بقى ايه معناها ان هي توصل لك كل ايتم باسمه لوحده، كل ايتم باسمه لوحده، كل ايتم باسمه لوحده. لكن لو انت عايز تاخدهم بقى يبقى يبعتوك مره واحده وتاخدهم على اري، بحيث تاخدهم على عناصر مرتبه مره واحده تشتغل عليهم، بنعمل لهم ايه اللي هي الايتم توجل دي. هتلاقي في الاخر ما كنت حاطط توجل ورا توجل ورا توجل وخلاص خلصنا. بس هتطلب اللي يعملها المهم في ليست تقدر تشتغل عليهم ايه، تقدر تشتغل عليهم مره واحده خلاص. فاحنا حطينا كده كده عملنا ريفريش، هنلاقي ان ادي الايه طبعا اللي عملهم كده خطوط، ده الليست الايتم والليست الايتم والليست خلاص. ودي الكلمه، وادي الايه وادي التاجل بتاعنا اللي احنا عايزين ايه عايزين نعرضه. كلام جميل. عايزين نعمل ستايلنج للتاجل دي، يعني شكلها حلو جميل مش مشكله، عايزين بقى ان ايه ندلعها يعني خلاص. دي ظابط خلاص. الحاجات دي طبعا بتبقى يعني الناس اللي اشتغلتها اكتر بتبقى عارفه هي كانوا بيلفوا قد ايه عشان يعملوا الستايلنج والترتيب والكلام ده. بص هو عشان كده متاثر اكتر واحد متاثر، لان هو عدى على المرحله مثلا اشتغل موبايل ابلكيشن شويه، فتلاقيه عارف ان الحاجات دي بتاخد وقت او مجهود على ما تتظبط يعني. طيب احنا عايزين دلوقتي نعمل ناخد دي ونعمل لها ستايلنج. فادي عندي الكلاس ليست بتاعتي مفيش فيها مشكله، وادي التوجل الاولاني هنقول ده هنسميه توجل لايت عشان نخليه لايت. نخليه لايت ازاي؟ هتلاقي بنفس الالوانات اللي احنا كنا شرحناها، هتقوم عامل بس كلمه توجل كده وداش الايه وداش اللون اللي انت عايزه تمام. جوه مين احنا عملناها؟ جوه مين؟ جوه الليبل صح، عملناها جوه الليبل. لو عملنا بقى مجموعه من الايه يعني مثلا لو عملتها على اليو ال كلها واحد هيبقى البتاع كلها على كله كل بس هي مش هيفهمها. بس انت خد بالك مش هيفهمها ليه؟ لان انت عامل توجل لايت توجل، لا فانت رابط اللايت بالتوجل بتاعتها خلاص. لازم يكون هو فاهم متفهمها ان هي توجل ذات نفسها، وبعدها تقول له ايه توجل مثلا يلا بدون اي لون من عندكم ستيبل خلاص. خليها نعم حضرتك كتبتها بره الكلاس. لا مش شايف توجل ايه؟ كانت بوزيتيف
مع التوجل احط مثلا توجل ايه؟ كان الدنيا ازرق فاتح والى اخره بقى. هتلاقي طبعا الديزاين بتاعك كده يديك بقى الايه؟ الالوانات اللي انت بتظبطها على حسب الايه؟ التوجل. طبعا ده غير الايتمز ذات نفسه، انت ممكن تبدا ايه؟ تغير فيه. احنا عرفنا الايتمز ذات نفسه لو عايز يتظبط هيتظبط ازاي يعني. خلاص؟ كلام جميل. ده بقى كله شبيه للايه؟ لو طلع بره اليو ال دي شبيه لفكره التشيك بوكس الاساسيه. في تشيك بوكس بره شكلها مش معتاد قوي، بيبقى شكلها مختلف على حسب الموبايل ذات نفسه. في مرات بتعرضها مدوره، في مرات بتعرضها زي ما هي مربعه، على حسب على حسب نوع الموبايل يعني. لكن احنا ممكن نعملها ازاي؟ نقول ليبل ونديله كلاس انه برده تشيك بوكس. خلاص واقفل من تحت الليبل، عملنا كلاس بتاع تشيك بوكس، واجي من اعمل جواه انبوت تايب بتاعه تشيك بوكس، بس ما اعملش بقى ولا تاجل ولا كلام من ده اللي احنا كنا بنعمله ده خالص. نقف لغايه هنا بس، انتهى الموضوع. ده بسيط، ليبل وجواه انبوت اللي هو نوعه تشيك بوكس، انتهى الموضوع على كده. خلاص انت ممكن تكتب في زبانه ايه؟ او بس كان لسه الليبل لازم انا بحطه عشان اعرف ان ده كان تكست بوكس او تشيك بوكس. لا هو الليبل بيبقى موجود على اساس انه يبقى كل عنصر لازم يكون ليه كلمه تتكتب جنبيه بس. ليبل يعني ايه؟ عنوان. ليبل يعني عنوان. احنا اصعب بنستغله في ان احنا نعمل نديله الستايل اللي هيخلي الشكل بتاع ال بتاع الكنترول يظهر بشكل معين، اللي هو موجود اصلا كده هو محدد ان هو يبقى طالع مثلا بيعملوه مدور، يعملوا فيه العلامه تبقى شكلها كذا، يبقى شكلها كذا، ده متظبط في الستايل. فبنحطه جوه الليبل، وكده كده هو التشيك بوكس عشان يسمع معايا وانا بستلمه وبرمجه وكل حاجه ان هو التشيك بوكس عادي. خلاص؟ فانا بستغل الليبل في كده، لكن انا ما زلت ان انا ممكن اجي اعمل نقطه ومعامل ايه؟ ممكن اجي نقطه ومعامل سبان واديها كلاس، كان كلاس ايه؟ نسيته هقول لك عليه. خلاص وقام جاي هنا كاتب مثلا ايه؟ فوتبول مثلا. هنا مثلا الى اخره يعني. لو جينا بصينا كده هتلاقي الاد الايه؟ ادي شكل الايه التشيك بوكسز لما تبدا تشتغل ايه تشتغل عليه. هما الاثنين تقريبا وظيفه واحده. خلاص بس على حسب الديزاين بتاعك والشغل اللي انت ايه والشغل اللي انت عامله تشتغل على اساسه. طيب هل ممكن ان انا اعمل يعني مالتي تشيك بوكسز بنفس الفكره تماما؟ تقدر تعملها في ال يعني هتضطر انت تبقى عامل هنا يو ال في الاول، او نعملها كده على السريع بس. انا هقول لك ال اي، اعمل ده اكنه ال اي، انا هدخله دلوقتي جوه اللي فوق يعني على طول، واقول له كلاس، والكلاس بتاع ال اي عباره عن ايتم وايتم داش تشيك ايه واخد ال اي بتاعتي اقفلها ايه اقفلها تحت بنفس الطريقه. الليبل الايه؟ الليبل الثاني والى اخره طبعا. خلاص كل ده لازم يكون موجود جوه مين؟ جوه ال اي يو ال يو ال تكون واخده كل واحده كلاس بتاعها هي عباره عن ايه؟ على الليست. طبعا الوضع هنا هيبدا يختلف من المنظر ده. احطهم بس كده. بدأوا ينزلوا تحت بعض زي ما احنا شايفين كده، وهتلاحظ ان انا سبت الليبل اللي كان موجود فوق دوت زق الكلام وما كانش معمول حسابه. صح؟ يعني عمل لي مشكله. ان هو مش ان هو حاجز له مكان
وهو كده كده اصلا عمل الايه، عمل اسمها ايه، عمل حجم الايتم بحجم الايه التشيك بوكس اللي ايه الكنترول اللي موجود. خلاص طيب كنا عايزين نعمل ايه تاني؟ الراديو نفس الطريقه، الراديو باتن. لا الراديو هو ليه استخدام مخالف خالص للتشيك بوكس. طيب لو احنا بس عشان على السريع كده لو عايزين نشتغلها اكنها راديو باتن بتبقى شبيهه للتشيك بوكس، بس الفرق ما بين الراديو باتن والتشيك بوكس ان مجموعه الراديو باتنز بتختار منهم واحد ويسيب الباقي. اما التشيك بوكس بقدر اعلم على ايه، على اكتر من ايه، على اكتر من واحد. كل هتعمله في الكلاس في الايتم هتشيل الايتم ده. كنا عاملينها جوه ليست على طول، ماشي جوه ليست على طول مش مشكله. وادي ليبل، الليبل دوت ايتم. فاهمين يعني ايه جوه ايتم على طول؟ يعني هعملهم ليست، مش هعملهم لوحدهم وبعد كده اعملهم ليست. والكلاس بتاعهم هم قالوا ان ده عباره عن ايتم وايتم ايه؟ راديو. والتايب بتاع الكنترول ذات نفسه يطلع ايه؟ راديو. يطلع راديو. وطالما هم جروب مع بعض لازم اقول حاجه، لازم يبقى في حاجه مهمه جدا. التشيك بوك الراديو باتنز المفترض ان هو من كل مجموعه بيختار اختيار واحد غير التشيك بوكس، ممكن يختار اكتر من اختيار في نفس الايه؟ في نفس المجموعه. لازم نفرق ما بين الاثنين لان النتيجه اللي هتجيلك واحده، النتيجه هتجيلك واحده. لو انت عملت كل راديو باتون مع نفسه في الشارع كل راديو باتون هيبعت لك نتيجه لوحده، هيبعت لك نتيجه ايه؟ وممكن يعلم على كل الراديو باتونز اللي موجوده، ممكن يعلم على كل الراديو باتونز اللي موجوده. لازم نعمل جروب، لو الثلاثه دول جروب واحد فخلاص كلمه جروب واحد دي اثبتت لي ان الثلاثه دول مش هينفع اختار منهم غير ايه؟ غير واحد. فلازم ازود هنا ان ايه؟ اقوم عامل نيم وقال دول مثلا دول جروب 1. خلاص اي بقى واحد اي راديو هيكون عاملين دوت عباره عن راديو صح؟ عاملين تشيك بوكس المفروض راديو. اي بعد كده طبعا لو انت عايز تعمله لوحده هتاخد ده كده لوحده. عايز تعمله جوه الليست هتحطهم جوه الليست. اللي انا عايز اقوله ان كده اي انبوت بقى جاي بنفس الجروب خلاص هيتشاف ايه؟ لازم يتسمى جروب 1. يعني لو جيت عملت مثلا دول ثلاثه صح؟ قمت مخلي الاخير لوحده جروب 2 هيبقى لوحده، يبقى ده يقدر يعلم عليه او ما يعلمش عليه بناء على التانيين بيتعلم عليهم ومش بيتعلم عليهم مالوش دعوه. ده جروب لوحده، ده جروب الاثنين دول، يعني الاثنين دول تختار منهم واحد ودوت تختاره او ما تختاروش، بس اختاره او تختاره او تسيبه زي ما هو تجري، يعني مثال التشيك بوكس يعني. تشوف الستايل بتاعه ما اتعملش في ليست، لو في حاجه احنا عاملينها مش مظبوطه حاولنا نكروتها. الليبل الثانيه فين؟ ده ما غيرناهمش. كان ظبط الاول. حاجه ثانيه مش عايزين كل الكلام الجميل اللي مش عايزينه. ما ظهرش معانا خالص. شيل ال اي. الراديو باتن مش ظاهر معانا خالص، في حاجة مش مظبوطة، احنا خدناهم كلهم كوبي بيست فممكن تكون احنا عاملين حاجة غلط أصلاً. صح؟ ايتم لو رجعناها يو ال عادية، احنا عملنا يو ال مش عايزينها يو ال. احنا خلاص خرجناه من فكرة الليست أصلا، هو ما اشتغلش معانا على الليست. ايه؟ احنا خرجناه أصلا من فكرة الأيتم، لأن هي أصلا بتتجمع جروبنج أصلا بالجروب بالنيم بتاعها. كده عملنا ليبل الكلاس بتاعه أيتم، أيتم داش راديو، انبوت التايب بتاعه راديو عادي، والنيم جروب ده ليبل وانبوت في كونتنت عشان ياخد المنظر. لازم نديله الستايلنج بتاعه، احنا ما اديناش الستايلنج بتاعه، فلازم اديله ديفاي كل ايتم منهم
فاي هنديها كلاس واقول له ان ده عباره عن ايتم داش كونتنت. عشان كده كان مش شايف, كانش واخد ستايل, كان مش شايف هيعرضه ازاي. هو موجود بس ملوش مساحه ولا شكل, خلاص مش ما كانش ليه مساحه ولا ايه ولا شكل. فلازم نعمل له ايه زي ما كنا بنعمل في الحاجات التانية, لازم زي ما كنا بنعمل في التاجل مثلا بنعمل له الديفاي بعديها. لو جيت الديفاي اللي بعديها هو مش هيبان اصلا, مش هيبان في الاساس. ايتم ادينا لها ايتم كونتنت, وجيت بعد الديفاي ديت قلت قايل ايه او فيها, قلت قايل مثلا ايه الاختيار الاولاني او الاخره مثلا. واعمل له هو كله جوه, لازم يكون جوه نفس الليبل. واحط جواها كمان ايكون كمان بعد الديفاي على اي عشان اقدر اديها ايكون, واديها كلاس واقول له مثلا راديو داش ايكون, وبعد كده ايون ايه تشيك مارك عشان يطلع علامه يعني اختيار يعني. ده جوه كله جوه الليبل سواء كان الاي او الدفايه اللي بتديها له. الكلام بقى الاختيار ذات نفسه ده فين في الاولاني بقى؟ قول اللي رقم واحد, في واحد هنا كمان هو رقم اتنين ده الواحد مش مشكله, بس مش هيظهر برضه غير خد نفس الكلام صح؟ هتلاقي ان هو كده اهو. هتلاحظ بقى هنا لو علمت على كده على كلمه بس هو مش شغال معايا مش عارف ليه, على الجنب ولا لا مش على الجنب ولا حاجه, انت بس مسافه ايه لسه اما تعلم على واحد منهم بتطلع علامه صح جنبها بس في التشيك مارك. علمت على الثانيه تقوم سايبه دي وتقوم مختاره دي, فاهمين الفكره؟ يعني بتعلم وتسيب واحده وتختار واحده. يعني ممكن يكون ظاهر معاكم في الصوره اللي هي ظاهر اهي, في الصوره اللي هي البرنت سكرين دي تلاقي ايه اختيار, تعلم على الاختيار فتلاقي اختيار يوم مدي لون مختلف ويطلع جنبه علامة ايه؟ علامة صح يعني. نعم؟ لا هي مش هو اصلا حتى كانش بيدوس من شوية ما اعرفش ليه. احنا كنا بنجرب مثال تاني فاكرين ما كانش عايز يدوس ولا يحرك. كان شغال اه. مش عارف ليه عمل كده. لازم مبارس يشتغل؟ ها؟ لا مش لازم ولا حاجه. فوكا تتعرض كانت تشتغل موجوده هنا دي؟ الليبل موجود تحت في الشارع ده مع نفسه؟ ممكن يكون موقف لك حاجه. ممكن. اللي ممكن يكون في حاجه مش مظبوطه احنا كاتبينها. هو الديف الرئيسيه بتاعت الكلاس انت عامل ده ان دي عباره عن ليست صح؟ مفيش مشكلة. مش مشكلة عشان ما تعلقناش الدنيا. هتلاقي غلطة عبيطة احنا كاتبينها ومش واخدين بالنا منها يعني. حرف حاجة بتاع كلام من ده. عشان ما تعلقناش وقتنا اصلا وقتنا خلص للأسف يعني. مش عارف نقول حاجة تانية ولا خلاص. حاجة كده في السريع ديف ونديله كلاس ده اللي هي الرينج. الرينج ايتم بقول بقى ايتم واديله كلمة ايه؟ رينج خلاص. وحدد جواه انبوت والتايب بتاعتها اديها رينج واديها اسم عشان تبعد ده لو انا عايز اديها يعني. ده بيطلع لي الادي الايه؟ الرينج بتاعنا واخد منه القيمه اللي هو طبعا. ممكن بقى نبدا نظبط فيه, ممكن نحط هنا اي واديها كلاس
عبارة مثلا عن ايكون، ايون دي صورة، فوليوم اللي هي بتاعت الصوت، داش لو اللي هي حجم صوت صغير، بس داش الاي، وبعد العلامة ذات نفسها احط ايكون كمان بس اديها ايه الهاي، هيطلع لي بقى بشكله اللي هو ايه. طبعا استنى تعملها بقى انجل ايه مش عايز والله هكدب عليك لما نقول واحد نتعشم هو. انا بس الستايلنج كانت اخر حاجه، نفس الكلام اللي احنا بنشتغله عشان ما خلصنا الحته بتاعتها خالص، برضو برينج وداش والايه واللون اللي احنا عايزينه يعني. حد حاسس بحاجه؟ الشريطه دي يعني لو عملناها كده مثلا اديناها لون تاني دارك مثلا ولا مش هيبان؟ بقى اسود صح؟ اه بقى اسود. لايت مش هيبان خالص، بس هيبان ان هو ما بانش اهو. تمام، بس كفايه كده النهارده عشان الواحد